بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم ويوم جديد من منشطه القرموط. النهارده 28 ذي الحجه 1439، 8 سبتمبر 2018، 3 نسي 1734. خلينا نبدا بالخبر اللي مستحوذ على الصحف المصريه اليوم السبت، وهو زياره السيد الرئيس لهضبه الجلاله. الاخبار اليوم بتتكلم عن زياره الرئيس لهضبه الجلاله فجرا، وسيسي يشيد بالجهود المبذوله في تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الدوليه. الرئيس يتفقد محطه تحليه المياه مارينا الجلاله، مصانع الفوسفات والرخام، ده على حسب صحيفه المصري اليوم. الاهرام استاذ اسماعيل جمعه، الرئيس يتفقد المشروعات التنمويه بهضبه الجلاله وتوفير 150 الف فرصه عمل و100 شركه وطنيه تشارك في الانجاز، حسب صحيفه الاهرام. صحيفه البوابه، الاستاذ صحر ابراهيم، السيسي يتفقد مشروعات هضبه الجلاله، الجبل بيتكلم مصري، الرئيس نقطتين، تدشين مشروعات سياحيه وعلاجيه للتنميه الشامله بالمنطقه. الدستور، ويسالونك عن الجلاله، الرئيس يتفقد مشروعات الهضبه، نقطتين، الالتزام بالتوقيتات واحدث المعايير الدوليه. صحيفه الشروق، استاذ حاتم الجهمي، السيسي يتفقد المشروعات التنمويه في هضبه الجلاله. وصحيفه الوفد، السيسي يتفقد مشروعات منطقه هضبه الجلاله ويربط على كتفي احد الضباط بمواقع الجلاله، وخلال زيارته لمشروع هضبه الجلاله امس استاذ ناصر عبد المجيد، في صحيفه الوفد في هذا الاطار. الأستاذ محسن سيميكا في المصري اليوم، إطلالة رئاسية من شرفة الجلالة، و يعني صورة لطيفة جدا متاخدة للرئيس وهو بيستمع إلى شرح في هذا الإطار، ويعني صورة لطيفة جدا تعبر عن عملية التنمية التي تجرى في الجلالة. أستاذ محمد الجلي اليوم السابع، السيسي يتفقد مشروعات هضبة الجلالة، الرئيس يزور محطة تحلية المياه العملاقة ومقر الجامعة ومصنع الفوسفات ويشيد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية. اليوم السابع أيضا، ده كلام تاني عن المشاريع في عهد الرئيس السيسي، نبقى نتكلم عنها بعد كده. عندي ليه كده كله ده ما يخشش في بعضية أمي، ما يخشش في بعضية ست الكل، ما يخشش في بعضية، لا ما يخشش في بعضية أمي، خشش في بعضية. رأي الأهرام عن صباح الجلالة، حلو العنوان قوي، العنوان لرأي الأهرام عن بعنوان صباح الجلالة، بعد عودته من مهمة خارجية شملت البحرين والصين وأوزبكستان، وبالساعات الأولى من صباح أمس وهو العطلة الرسمية للدولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية في هضبة الجلالة، في منطقة هضبة الجلالة بالعين السخنة، في رسالة مهمة تكشف بكل جلاء عن أن الرئيس يتابع بشكل دقيق تفاصيل إنجاز هذه المشروعات القومية، وأنه يسابق الزمن من أجل إنجازها بسواعد المصريين في التوقيت المحدد وبأعلى المواصفات القاسية. في فيديو كده هنشوف حضراتكم ممكن يكون من غير صوت أو كذا، لكن لتفقد الرئيس صباح أمس الجمعة لهضبة الجلالة، يعني الأماكن اللي زارها والأمور رايحة فين وجاية منين، أهو زي ما حضراتكم شايفين كده. دي طبعا المنطقة كانت من 4 سنين مثلا ولا كان حد يسمع عنها، دلوقتي منطقة عمرانية متكاملة ومنطقة سياحية بالدرجة الأولى. الانجاز اللي بيتم في هذا الاطار، في يعني تقريبا برضو في لمده ثواني كده هتشوفوا تقرير صوتي وبالصوت والصوره، احنا واخدين حقيقه من صفحه الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم مجلس الوزراء او المستشار الصحفي لمجلس الوزراء، دي الزياره بتاعت امبارح زي ما بقول لحضراتكم كده، يعني الانجاز ما تم، وممكن نجيب الزياره بتاعت المره اللي فاتت نشوف الانجاز ما تم، هنلاقي انجاز ضخم جدا في هذا. طبعا ده ربما المواطن يقول لك واحنا مش لامسين دي على ارض الواقع، نترك الامور قليلا، دي انا اعتقد يعني اعتقد ان دي رؤيه خاصه برئيس الجمهوريه في هذا الامر، تحفظ من تحفظ، اعترض من اعترض، انتقد من انتقد، اشاد من اشاد، لكنه في النهاية هو رؤية تنموية ممكن حضراتكم تشوفوها في هذا الإطار. ده أحد المساجد اللي في هضبة الجلالة ويتفقدها إيد رئيس الجمهورية في هذا الأمر. إذا إحنا عندنا إنجاز بيتم كل شوية في موضوع هضبة الجلالة ده، وده يعني هات نسمع نسمع نسمع
تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل. وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية. قام سيادته بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، والتحرك كذلك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية الأكوا بارك ومارينا الجلالة. توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية. تقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كيلومترا، يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديل عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة. كما يتضمن المشروع أيضا مدينة الجلالة على هضبة الجلالة والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق، هذا بالإضافة إلى منتجع الجلالة السياحي الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية في مصر من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية وتجارية. وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة. طيب احنا بنسمع كتير عن هضبة الجلالة، طالما احنا بنتكلم في هذا الامر ممكن ما حدش عارف يعني ايه هضبة الجلالة، وضعها ايه، رايحة فين، جاية منين، التصور عليها ازاي. في برضو من على صفحة المستشار الصحفي او المستشار الاعلامي للسيد رئيس الوزراء الاستاذ هاني يونس، وبشكره شكر جزيل ان صفحته بتبقى عامرة بمثل هذه الامور. برضو في فيديو من على صفحته بيوضح لحضراتكم ايه هي هضبة الجلالة، ما هو مشروع هضبة الجلالة، نشوفه مع حضراتكم في دقيقة كده ونشوف نرجع. ده مفيش فيه صوت يا شباب؟ يقولنا عليه
لكم كده يعني هو منتجع سياحي بالدرجة الأولى بتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي شركة المقاولين العرب، في شركات مقاولين كتير جوه في هذا الإطار يعني. فأي حاجة تنموية لابد من يعني من دعمها، أي حاجة تنموية. ممكن حضرتك تكون متحفظ، ممكن تكون شايف بعض الناس يقول لك ده مش وقت، وبعض الناس يعني كل ده آراء على العين والراس يعني. في النهايه حاجه تنفذ، يبقى لازم نقول شكرا للجهات التي تنفذ، وشكرا للجهد اللي بينفذ في هذا الاطار ايضا. طيب القضيه الاساسيه عندي، دار نشر اسرائيليه تنشر قصصا لمصريات وعربيات والمؤلفات يقولن فوجئنا بالامر. بشكر زميلتنا أميرة جاد إنه يعني لمحت هذا الخبر في صحيفة الدستور بكرة بإذن النهاردة بإذن الله، إنه النهاردة السبت، وإنه دار نشر أو في دكتورة اسمها ألون فراجمان، دي منسق دراسات اللغة العربية في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون الإسرائيلية، ترجمت قصص عربية ومصرية وحطتها في كتاب صدر عن دار نشر إسرائيلية تدعى ريسلينج باسم حرية. وفي كاتبه بقى، ايه اللي خلينا نعرف هذا الموضوع؟ ان في كاتبه، دي طبعا حريه اللي دي دار النشر اللي هتبان قدام حضراتكم الورقه الثانيه يا شباب، دي اللي نشرت المؤلفات بتاعت المصريات وعربيات، يعني مش مصريات بس، لا مصريات وعربيات. الاستاذه خلود خميس أثار هذا الأمر وكتبت على صفحتها أنه إزاي أنه في دار نشر إسرائيلية بتنشر قصص لمصريات وعربيات في هذا الإطار، وإزاي إحنا نسمح بكده والآخر. وفي تقريبا حوالي أكتر من 25 واحدة، يعني انتصار عبد المنعم، سعاد محمود الأمين، 35 واحدة، رحاب محمد علي البسيوني، نوال الغنم أو الغنم، فرح التونسي، نجوى بن شتوان، فاطمة زهراء أحمد، رحمة شكري، لطيفة باقة، فاطمة بوزيان، سندس جمال الحسيني، انتصار عبد المنعم، سعاد محمود الامين، رحاب محمد علي البسيوني، نوال نفس الكلام، انا اسف، عندنا فاطمه بوزيان، سندس جمال الحسيني، جنات بومنحل بدريه، لطفيه عبد الله، شاهيناس فواز، سعاد سليمان، نبهات الزين، فاطمه حماد، دعاء عبد الرحمن، احلام مستغني، منى بلشم، مجد عبد الله ابراهيم، شريفه التوبي، زليخه يوسف، رفاه سيف، فاطمه الحسني، زينب احمد حفني، انتصار السر. طيب خليني اشوف الكاتبات المصريات تعليقهن على هذا الموضوع. الاستاذه انتصار عبد المنعم كتبت بتقول اعلن انا انني لم امنح الدكتور ألون فريجمان الاذن بترجمه ونشر قصتي نهايات، والتي ترجمها تحت عنوان شهادات في كتاب الصدر عن دار نشر الاسرائيليه في اسرائيل تحت عنوان حريه. هي كاتبه على صفحتها على الفيسبوك، اعتقد هي تبقى معنا على التليفون ممكن، والاستاذه سعاد سليمان ايضا تبقى معنا على التليفون ممكن في هذا الاطار، ومعايا ايضا الاستاذه سندس جمال الحسيني برضه تبقى معنا على التليفون حسب زمايلي ما قالوا لي. في حد معنا على التليفون دلوقتي يا شباب؟ طيب الأستاذة انتصار عبد المنعم كاتبتنا الجميلة نبدأ بيها ونشوف رأيها في هذا الموضوع. برحب بحضرتك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. أهلا بك يا أستاذ جاد. طيب حضرتك قلتي إن أنا ما اديتش إذن لترجمة ونشر قصتي في هذا الإطار، يعني ده رد بيسموه كده رد مبدئي ولا رد نهائي؟ يعني في إجراءات تانية؟ لا ده رد مبدئي، لان الرد القانوني هيقوم به رئيس اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي. انا اول ما وصلني الخبر من الاستاذه خلود خميس، انا ما كنتش اعرف الاستاذه خلود، لقيتها بتتواصلت بتسالني هل انا فلان انتصار عبد المنعم، هل انا منحت اذني بنفس او ترجمت اي قصه ليا لكاتب اسرائيلي؟ فانا نفيت. وبعد كده عشان التأكيد أرسلت لغلاف الكتاب والقصة بتاعتي. طبعا أنا أول حاجة عملتها إن أنا سارعت وكتبت لنفسي إن أنا لم أمنح أي كاتب إسرائيلي أو الدكتور ألون فريجمان من دار النشر اللي هو نشر فيها اللي هي اسمها ريسلينج أي حق. حتى أنا لم أعلم بالأمر أصلا، لم كنتش أعرف بالموضوع، الموضوع لسه
امس كان معروض. انا لما دخلت حتى دار موقع دار الناس على فيسبوك او تكتبت على فيسبوك لقيتها عادي منزله الغلاف ومنزله اعلان عنه ان ده مختارات من اعمال كاتبات العربيات اللي حضرتك ذكرت اسمه. تمام. دي كان اول شيء. ده انا ايه، انا ابرئ نفسي من تهمه التطبيع. انا موقفي هو موقف اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب العرب الذي يرفض التطبيع في كل اجتماع له من ضمن صوت. هو مين رئيس اتحاد الكتاب العربي فين؟ الصايغ عدنان الصايغ. وفي كمان يعني لفتنا الحظ ان شهر اكتوبر في اجتماع لاتحاد كتاب العرب عندنا في مصر. وتوفى وانا ما حديث يعني والاستاذه سعاد سليمان شهيمات فوز وسند الزمالك حسيني اللي هم الاربع كاتبات المصريات. وكتبت باسمهم اللي هو بلاغ مقدم الكاتبات المصريات عضوات اتحاد كتاب مصر اللي هم انتصار عبد المنعم سعاد سليمان شهيمات فوز سند الزمالك حسيني ان اللي قدم الدكتور الون فلاجمان بنفس الكتاب تحت عنوان حريه في دار الناس. هل حضرتك عملت البلاغ ولا لسه؟ عملت البلاغ. طب ممكن ممكن ناخد صورة منه على الواتس بس وننشره على الشاشة لو ممكن؟ دلوقتي صعب شوية لان انا بعيدة عن ال. طيب ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة. فانا بعد ممكن بعد كده حضرتك ابعته ال مفيش مشكلة مفيش مشكلة يا فندم. لكن انتوا الاجراء اللي تم ان انتوا تواصلتوا مع الدكتور علاء عبد الهادي بشهولي الدكتور علاء يا شباب لو ممكن. الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر. وفوضته او فوضته وبكره. أيوة. الورق الرسمي بكره الورق الرسمي توقعاتنا بارقام العضويات هتكون عند الدكتور علاء. هيبقى برفع دعوه قضائيه ضد دار النشر الاسرائيلي. احنا يعني انا كتبت له تكليف السيد محامي الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. ده اولا. ثاني حاجه مخاطبه رئيس اتحاد الكتاب العرب. ثالث حاجه مخاطبه رئيس اتحاد كتاب فلسطين. تمام. وتصعيد الموقف الى اعلى المستويات. ليه؟ لان انا فكرت انا اظن ان من لم يعترف بحقنا الفكري ان انا لي حق ان انا اعلم حتى ان هو ياخد اذن كاتب كان كاتب عربي. فالعباره اللي انا ختمت بها الشكوى فكيف انا اظن ان من لم يعترف ان من لا يعترف بحقنا الفكري ان يعترف بحق اي عربي في الوجود على ارضي. الحق الفكري الحق المعنوي لا يعترف. انما من حقي ان اعرف مفروض الحق الملكيه الفكريه الكاتب او المترجم او دار الناس ما يصفش للكاتبات احتراما احتراما لهم طلب الاذن. لا طلب الاذن ولا حتى دار الناس رخص بيتنا ان احنا لينا اعمال منشوره ومترجمه عندهم. يبقى دلوقتي ينكر عليا ككاتب ككاتب يحمل الجنسيه العربيه اولا. انا لي حق ان انا لي وجود اصلا. ممتاز ممتاز. فكيف انا اعترف يعني فكيف نطالب او نتوقع من شخص المفروض انه يحمل درجه الدكتوراه؟ طب ولو 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 اعلمت الكاتبه انتصار عبد المنعم بانه هتترجم رواياتها بالصوره اللي هو قام بيها الون فريجمان ده، هل حضرتك هتوافقي؟ يعني هو لا طبعا انا ارفض رفض قاطع. انا عندي مبدا، انا عندي الخيار اللي اخذه اتحاد كتاب مصر. انا اصلا ترجمت لي اعمالي قبل كده الى اللغه الهولنديه والروسيه صحيح والانجليزيه صحيح وترجمت لي روايه الى اللغه الاسبانيه روايه كامله مش قصه روايه كامله ونشرت في اسبانيا وكان في كونتراكت في عقد في احترام بيني وبين المترجم وبين الدار النشر دي اسلوب الناس المحترمه. اما اولا انا يعني انا ليس لدي مشكله مع اللغه العبريه. انا لي مشكلتي مع التطبيع مع الكيان المختل. وهنا رفض تام لهذا الامر. طبعا انا على موقف دي الثوابت العربيه. تمام. ماذا بقي لنا من الثوابت؟ تمام. ماذا يعني ايه اللي فاضل من القضيه الفلسطينيه وقضيه الارض حق العوده الا القضيه الممانعه الثقافيه؟ لا حق الثقافه هي حق المنع. وزي ما رديت على الاستاذ احمد الخميس على الفيسبوك لما سافرني قلت له لن يمر من خلالي يا استاذ احمد. لن يمر من خلالي. دي الثوابت اللي احنا تربينا عليها. تمام.
تمام في ثابت يعني تمام. ايه اللي انا حاسه، لماذا يكتب المرء ان ترجمت كل اعماله وحاسه. تمام يا فندم، انا بشكر موقف حضرتك جدا في 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 هذا. ده واجبنا يا استاذ جابر، ده اللي احنا اتربينا عليه، احنا اولادنا. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. طيب بشكر الدكتور علاء عبد الدكتور علاء عبد الهادي برضو في هذا الاطار، ورئيس اتحاد كتاب مصر، ولو في رئيس اتحاد كتاب العرب برضو في هذا الاطار، ارجوكم ما نفوتش الفرصه، يعني ناخد كله مع بعضيه يبقى افضل. طيب الاستاذه والكاتبه والاديبه الاستاذه سعاد سليمان، برحب بك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك استاذ جابر؟ الله يخليك يا فندم، صباح الخير. صباح الفل. طيب أقر أنا الكاتبة المصرية سعاد سليمان بأن قصتي القصيرة تشابه والتي ترجمت إلى العبرية في كتاب يجمع بين عدد من الكاتبات العربيات بعنوان حرية قد تم دون أخذ موافقتي أو إعلامي، وهذا تصرف غير قانوني وفقا لقانون حق الملكية الفكرية الدولي. ده طبعا رد فعل مبدئي عما حدث، لكن الأستاذة انتصار عبد المنعم بلغتنا دلوقتي أنه في تحرك بين حضراتكن إنجاز التعبير يعني باعتبار نون النسوة يعني، وانه خلاص انتوا وكلتوا المحامي بتاع اتحاد الكتاب وتواصلتوا مع الدكتور علاء عبد الهادي. احنا تواصلنا مع الدكتور علاء، بس تمام. انا لسه هاخد الورق واوديه بكره، فهم اللي هيكلفوا محامي من عندهم. احنا لسه ما تعاملناش مع المحامي اصلا. طيب الاجراء هو ايضا دعوه قضائيه ضد دار النشر الاسرائيليه؟ اكيد. اصلا بصي، انا شخصيا يعني كنت مرتبكه ومصدومه، مش فاهمه حاجه ومش عارفه حاجه. انا الحقيقه فوجئت برضو ان انتصار بتقولي ان في مترجم اسرائيلي ترجم القصه بتاعتي. وطبعا بقى في، عارف انت برضو احنا بنتهم بعض، نتبرع باتهام بعض يعني. وانت يعني وصلوا لها القصه ازاي، مش وصلوا لها القصه ازاي. بس احكي لحضرتك حكايه القصه دي. دي قصه من 28 كلمه. كنت انا سنه 2015 اشتركت بيها في مسابقه دوليه بتعملها اسبانيا. القصه من 28 كلمه. ده تويتر ده ولا ايه؟ ده تويتر. سنة 2015 خدت الجائزة الثانية على العالم، وفي صورة عند حضرتك انا استلمت الجائزة من ملكة اسبانيا 2015. والقصة اترجمت يعني هم بيطلعوا كتاب تذكاري في اسبانيا للقصص الفايزة، فاترجمت للأسبانية والإنجليزية وباللغة العربية بتاعتها. وبالتالي وكمان بقت منتشرة جدا على يعني وسائل التواصل الاجتماعي واتنشرت في الأهرام. فأنا يعني أعتقد إن هو أخذها من هنا. وأنا الحقيقة فوجئت برضو، أنا ما أعرفش السيد المترجم وما أعرفش دار النشر. اسمحلي بس، طبعا انا سمعت كلام انتصار، هو طبعا كلام جميل، وانا موقفي على نفس موقفها، وانه طبعا انا ضد ان انا التطبيع بكل انواعه بكل اشكاله وكل حاجه. بس انا عايزه، انا عندي طبيعه كده شويه ايجابيه، ان انا دايما خلينا نبص للنص المليان من الكوب. انه 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 ده يعني في موجه كده في الفتره الاخيره بيقول لك اصل الادب المصري خرج من التصنيف العالمي، اصل التعليم المصري خرج من التصنيف العالمي، اصل مش عارفه ايه خرج مصري خرج من التصنيف العالمي. انا شخصيا شايفه انه وجود ست كاتبات مصريات ده اكبر عدد من السيدات المترجمات في كل الوطن العربي. ان هم يعني وكاتبات جيدات يعني بالامانه يعني. ويعني الدليل على ذلك ان كل كتب وشغل انتصار مترجم، وانا قصتي واخده الثانيه على العالم، متفوقه على 35,000 قصه في كل انحاء العالم. معنى كده ان الادب المصري ما زال صامد، الكاتبات المصريات قويات جدا، صامدين جدا، ابداعهم جيد. يشرف انه يترجم لاي حته في العالم، وشرف لاي حد ان هو يترجمنا بغض النظر دلوقتي عن اللغه اللي هي اللغه العبريه. لكن هذا لا يمنع انه احنا متضررين يعني ادبيا. لا بس ده مختلف، ده مختلف برضو يعني. طبعا وجهه نظر حضرتك واحترمها جدا واقدرها يعني، بس ده مختلف شويه عن اللي قالته الاستاذه انتصار، انه هي ضد هذا الامر تماما قلبا وقالبا. انا ضد التطبيع وضد ان هو لكن انت مش ضد انه يترجم لك. لا، لانه ترجم، لانه لا انا ضد يعني. لو هو قال لي استاذنك انا اترجم، انا هرفض طبعا يعني. انا مش هدي موافقتي لو اتعرض عليا ان هو يترجم، وهو طبعا ترجم من غير موافقتي. انا بتكلم على انه وقد حدث الامر. فلننظر الى جانب اخر، وانه ان احنا عندنا ادب جيد، ادب جدير بالترجمه. ب-
بس هو بياخده من وجهه نظر سياسيه بحته استاذ سعاد خالص، هو ما بيبصلوش من وجهه نظر الابداع بقدر ما وجهه نظر جس نبض. لا الحقيقه هي انا القصص اللي مترجمه كلها قصص ابداعيه في المقام الاول. لا 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 انا ما لا مش قصدي يا فندم، لا لو كنا كل الاحترام، لا انا بقصد ان هو مش بيبص لقضيه التطبيع عموما على انها قضيه ابداع بقدر ما هو عايز يجر رجلينا لمنطقه تانية هو بيتكلم فيها وهو يتحدث فيها هو يصول ويقول فيها. ده اللي انا اقصده، زي ما قالت الاستاذه انتصار كده، هو ملوش مفيش قدامه الحال دلوقتي اللي هو الرفض الشعبي وخصوصا الرفض الثقافي بس. طبعا احنا رافضين طبعا طول الوقت، فانا بس خايف انه راي حضرتك ده اللي هو اللي مش عايز اقول الابتهال او لا هو مش صادم ولا حاجه، لا فكره التواصل اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده لا احنا ما وصلناش امور، لا مع من تواصل. مع من يعني؟ هو المشكله ان هو مع من؟ استاذ جابر، استاذ جابر احنا ما تواصلنا لم نتواصل ومش هنتواصل. انا بقول لك وانه الامر قد تم فانه يدل على يعني انا بقول هيستغلها يا استاذ سعاد، انا عارف دول ما بيهمدوش، هيستغل الكلمة والله هيستغل الكلمة بتاعت حضرتك دي. على فكرة هقول لحضرتك حاجة من المعلومات اللي أنا عرفتها، إن هم ترجموا نجيب محفوظ لا ما هو الروايتين قبل كده طبعا ما أنا عارف والأديب الكبير نجيب محفوظ لم يحصل على أي حقوق من أي نوع، وفي رواية وفي رواية للأستاذ علاء الأسواني بس هو المشكلة إن هو في واحد دار نشر أمريكية هي اللي اتفقت معاهم وهو الآخر بالظبط. يعني أنا مش ضد أنا مش ضد التسامح الإنساني، لا مش لكن هم ما عندهمش تسامح انساني ولا ثقافي ولا ذو انفصال. يا استاذ جابر انا مش متسامح، انا عارف وجهه نظرك. لا لا انا مقدرها، انا ضد ومش موافقه وبرفع قضيه وهاخد حقي وكل حاجه، لكن انا بقول انه الادب المصري لسه بخير بدليل انه حتى اعدائي بيعترفوا بيا. بس اعدائي بيعترفوا بيا، بيعترفوا ان انا لست يعني ما زلت قادره على صلحت المقدمه الإبداع. صلحت المقدمه يا استاذه سعاد، اعدائي انا ما زلت قادره انا ما زلت قادره، وان انا مبدعه وان انا كاتبه جيده جدا تمام. وان مصر ما خرجتش من التصنيف الادبي العالمي تمام، لكن متضامنه تماما طبعا انا اللي هودي الورق على فكره انا اللي هودي الورق متاكده. تبقى حضرتك هتودي الورق النهارده السبت، هتوديه النهارده لو هتودوني بقى نتواصل مع حضراتكم بكره مفيش مشكله. لانه انتصار من اسكندريه وسندس عايشه في المانيا فانا القاهريه يعني، فانا اللي هودي الورق. تمام يا فندم تمام. عموما انا يعني فخور بحضراتكم جدا وابداع الابداع بتاع الاديبات المصريات هو ابداع محترم جدا وعلى راسنا من فوق زي ابداع اي مصري. بس هو الحقيقه انا اخشى انه اي كلمه تقال لهذا العدو انه تتاخد بفكره. انا مش ضد على فكره احنا رافضين التواصل مش موافقين تمام تمام. هو عدو وسيظل عدو الى ابد الابدين بالنسبه لي على الاقل، وانا مش موافقه على التطبيع ولا انه ولو هو قال لي انا عايز موافقتك انا هرفض طبعا، لكن انا بقول لحضرتك وانه وقد تم انا فهمت وجهه نظر حضرتك، فهذا يدل على ان مصر ابداعها لسه بخير وان عدوي يعترف ان انا مبدعه المشكله اللي احسن لو احنا اعترفنا بيهم. يعني المشكله لو احنا اعترفنا بيهم لا ما ينفعش عارف دي ما ينفعش لانه هو بيكتب غير مرتكز على حضاره وتاريخ وعمق وفلسفه وفلكلور وجغرافيا. أيوة. احنا هنا بنكتب من عالم تاني. هقول لك بس على حاجه كمان، فضل. العالم كله يكتب من منطقه ومن تاريخ مختلف، والمصريين بيكتبوا من يعني منبع الابداع، منبع الابداع، منبع الحضاره، انت منبع الحضاره، نحن فجر الضمير كما قال جيمس هنري بريستد في كتابه فجر الضمير، فجر الضمير بدا من هنا وهيفضل هنا على فكره. أشكر حضرتك شكر جزيل للأستاذة والكاتبة سعاد سليمان، تنضم إلى الأستاذة انتصار عبد المنعم في هذا الإطار. معنا أيضا إحدى الكاتبات والأديبات والمبدعات المصريات الأستاذة شاهناز فواز، وهي برضو أعلنت أنها لم تمنح الدكتور ألون فريجمان الإذن بترجمة ونشر قصته قهوة
في كتابه الصادر عن دار النشر الإسرائيلية ريسلينج في إسرائيل تحت عنوان حرية، وأعلن انضمامه للكاتبة انتصار عبد الفتاح انتصار عبد المنعم والكاتبة سعاد سليمان، وبتشكر الصديقة خلود خميس التي أخبرتني وكتبت قائمة بأسماء كل الكاتبات على صفحتها. عارفين بيفك والله بجد يعني بغض النظر عن التشبيه يعني، بس احنا ما بنقع في 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 مزنق كده، بنقع في كارثه، ما بنقع في مصيبه، ما بنقع في يعني بنتزنق في حاجه، بنتواصل يعني. خلود اتصلت بيهم وهم اتصلوا بيها وحصل تواصل، واتصلوا بالدكتور علاء عبد الهادي، شفتوا يا شباب الدكتور علاء عبد الهادي يكون معانا لو ممكن يدلي بداله في هذا الاطار، فده حاجه كويسه جدا يعني. طيب ان شاء الله يرد يا فندم. استاذه شيناز ازي حضرتك يا فندم؟ صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. سمعتي كلام او تعليق الاستاذه سعاد والاستاذه انتصار، هل حضرتك تعليق في هذا الاطار؟ طبعا انا رافضه تماما اللي حصل. انا عايز اقول لحضرتك ان انا يعني شبه مضطربه، يعني حاجه غير متوقعه وصدمه في نفس الوقت. يعني هقول لك بقى عشان الترجمه العبريه، لا تماما بالعكس، يعني احنا نحب ككاتبات تترجم اعمالنا لجميع اللغات ويوصل صوتنا لكل العالم. لكن النقطه هنا بدون وجه حق وفي كيان معلش احنا رافضينه تماما وضده على طول الخط. فاني يدرج اسمي في كتاب ضمن مجموعه شخصيات مش عارفاهم وفكرهم ازاي ومعتقداتهم ايه بدون وجه حق ولا حتى استئذان ولا ممكن ولا هيحصل، فده شيء مرفوض تماما يعني. يعني انت متضامنه في هذا الاطار، وبرضو بتلجأنا الى اتحاد كتاب مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمه ضد دار النشر الاسرائيلي. طبعا انا اول حاجه سالت عنها ايه الخطوات اللي المفروض نعملها، طب هل كل واحد بشخصه ولا هنلجا لايه؟ فتوصلنا ان اتحاد الكتاب نيابه عنا بما ان بنعود في اتحاد الكتاب هيبقى المسؤول مع بخصوص هذا الموضوع ويتخذ الاجراءات اللازمه ونشوف هنوصل لحد فين، لكن استحاله ان احنا نسكت على الوضع ده ابدا يعني. طب حضرتك متفقة مع الأستاذة سعاد إن ده بيدلل حتى إن الأعداء بيقوموا بنشر القصص للأديبات المصريات، إن ده معنى كده إن الإبداع المصري موجود وإن الأديبات المصريات موجودات وإلى آخره، ولا يعني؟ لا، إحنا مش محتاجين، إحنا مش محتاجين شهادة مثلا من مكان زي إسرائيل أو دار نشر إسرائيلية إن هي تشهد، يعني تاريخ مصر معروف وثقافة مصر معروفة. فمش محتاجة، إحنا مش محتاجين وضع زي ده أو موقف زي ده يحصل عشان نقول لا إحنا واصلين، إحنا وصلنا، إحنا كذا. لا، معترف بينا من زمان، والألم العربي عموما مش مصر بس، الألم العربي معروف، والأدباء والكتاب والمفكرين. فما كناش محتاجين حاجة زي كده الحقيقة خالص يعني. بشكر حضرتك استاذه شيناز، واسف لازعاج حضرتك الوقت متاخر. بشكرك يا فندم، شكري جزيل. الكاتبه نجوى بن شتوان برضو احدى الكاتبات العربيات اللي ترجمت او تم ترجمه عمل ليها في دار النشر الإسرائيلية، قالت دار النشر الإسرائيلية تسرق إحدى قصصي وتترجمها وتنشرها دون علمي. اتصلت بالروائية الفلسطينية خلود خميس وأخبرتني أن دار النشر الإسرائيلية ترجمت إحدى قصصي إلى العبرية. هتقولي سورة خلود خميس لو ممكن، سورة الأستاذة خلود خميس لو ممكن، ونشرتها في كتاب يجمع كاتبات عربيات أخريات تحت عنوان حرية. فهل تم هذا الأمر بموافقتي أم لا؟ علامة استفهام. أقر بأنه لا علم، لا علم لي بمفعلات الدار الإسرائيلية، ولن أوافق على هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي، وليس بيني وبينهم إلا القضاء. الصور كما أرسلتها لي للكتاب والقصة المترجمة والمنشورة به والخبر كما نشرته خلود خميس على صفحتها في الرابط التالي، وبتتكلم في هذا الإطار. خليني يعني قبل ما أروح لأي قضية تانية، خليني بس الشكر جزيل يعني، عشان أنا بقول لحضراتكم أنه نظرة واحدة إلى هتقولي بقى صور الكاتبات اللي احنا عملنا معاهم مداخلات مع بعضهم كده لو ممكن، وهتقولي صورة خلود خميس مهم، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر لو متاح ان حضرتك بس نرحب بك في تعليق كده على هذا الامر يبقى كتر خيرك يعني. هتقوم لي الثلاثة جنب بعض يبقى افضل. اللي انا بس عايز اقوله انه هذا الامر انه ما يميز هذا البرنامج وما يميز فريق عمل هذا البرنامج انه
قضية ممكن أو خبر ممكن يكون فرعي جدا، خبر ممكن يكون بين ثنايا أخبار كتيرة. يعني أنا مثلا في اليوم اللي أنت لو حضرتك لو قريت بيبقى عندك حوالي ما بين 1500 ل 2000 خبر في الصحافة المصرية. تاني العدد 1500 ل 2000 خبر. ال 1500 ل 2000 خبر بقدر الإمكان فريق العمل لازم يعني إيه يشوف نفسه فيه. بتقع عنا على بعض الاخبار، بتقع عنا على بعض القضايا، بتقع عنا على بعض السجلات، بتقع على بعض المقالات، والاخر اكيد في النهايه وقع عين زميلتنا اميره جاد على هذا الخبر اللي هو للاستاذ ايهاب مصطفى، اللي لولا الاستاذ ايهاب مصطفى كتب الخبر احنا ما كناش يعني علمنا بيه النهارده، ممكن نعلم بيه بكره. هاتولي الخبر تاني، الفضل بعد ربنا يرجع للاستاذ ايهاب مصطفى اللي هو في صحيفه الدستور، اللي هو يعني لقط اللقطه وحطها انا ما اعرفش في الصفحه الاولى ولا فين في الدستور بالظبط، لكن لقط اللقطه وحطها في صحيفه الدستور. هذه اللقطه اللي لقطها زميلنا الاستاذ ايهاب مصطفى لقطتها ايضا زميلتنا اميره جاد، وبالتالي وصلت لحضراتكم على انها قضيه، وقضيه كبيره مش صغيره، وهتفتح سجال كبير جدا، وهتفتح جدل كبير جدا. وكمان انه يعني انا مبسوط حتى من صوره الأستاذة انتصار، أنا حاسس كده إن هي مش لابسة إشارب بقدر ما هي لابسة علم فلسطين، يعني الصورة من بعيد كده تحس إن هو صحيح إشارب ومزركش وما إلى آخره، لكن هو بالتالي أنا حاسس إن زي الكوفية كده من بعيد، يعني أنا كنت فاكر إنه كوفية فسألتهم قالوا لي لا مش كوفية، فالفكرة كلها ده يعني أنا حاسس كده زي الكوفية جلد نمر وإلى آخره بغض النظر، لكن الموضوع اللي أنا عايز أقوله للكاتبات الفضليات الأديبات المصريات والعربيات، أنتن موجودات في أي مكان، أنتن لكن كل الاحترام وكل التقدير. هو الفكرة إيه؟ إنه عايزين شوية اهتمام، لأنه يعني أنا شايف إنه برضو الحركة الثقافية شوية يعني هابطة، مش زي الاول، مش في الوهج اللي زي الاول. يعني مكان معرض الكتاب ده يجي كنا تقريبا احنا كصحفيين بنلف حوالين نفسنا لمده 3 شهور لحد ما الدكتور سمير سرحان يفتتح معرض الكتاب وهو الاروان، وكنا بنعمل هيصه في معرض الكتاب. دلوقتي الامور قلت، دلوقتي الحركه الثقافيه قلت، دلوقتي يمكن الانترنت قل وهو الاخر، او خلينا نهتم شويه بهم. لكن الكاتبه والاستاذه انتصار ليها انصار عبد المنعم ليها شغل كتير جدا، لها انتاج محترم جدا. الكاتبه شيناز فواز لها كتاب محترم جدا، لها كتابات محترمه جدا وعلى عيننا وعلى راسنا. والكاتبه ايضا سعاد سليمان لها برضو، دول الثلاثه اللي احنا اجرينا اتصال بهن من لحظات، والثلاثه يعني انت متضامنه في هذا الاطار، وبرضو بتلجانا الى اتحاد كتاب مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمه ضد دار النشر الاسرائيليه. طبعا انا اول حاجه سالت عنها ايه الخطوات اللي المفروض نعملها، طب هل كل واحد بشخصه ولا هنلجا لايه؟ فتوصلنا ان اتحاد الكتاب نيابه عنا بما ان بنها عضوات في اتحاد الكتاب هيبقى المسؤول مع بخصوص هذا الموضوع ويتخذ الاجراءات اللازمه ونشوف هنوصل لحد فين، لكن استحاله ان احنا نسكت على الوضع ده ابدا يعني. طب حضرتك متفقة مع الأستاذة سعاد إن ده بيدلل حتى إن الأعداء بيقوموا بنشر القصص للأديبات المصريات، إن ده معنى كده إن الإبداع المصري موجود وإن الأديبات المصريات موجودات وهو الآخر، ولا يعني لا إحنا مش محتاجين، إحنا مش محتاجين شهادة مثلا من مكان زي إسرائيل أو دار نشر إسرائيلية إن هي تشهد يعني تاريخ مصر معروف وثقافة مصر معروفة. إحنا مش محتاجين وضع زي ده أو موقف زي ده يحصل عشان نقول لا إحنا واصلين، إحنا وصلنا، إحنا كذا. لا لا، معترف بينا من زمان، والقلم العربي عموما مش مصر بس، القلم العربي معروف، والأدباء والكتاب والمفكرين. فما كناش محتاجين حاجة زي كده الحقيقة خالص يعني. بشكر حضرتك استاذه شيناز، واسف لازعاج حضرتك الوقت متاخر. بشكرك يا فندم شكر جزيل. الكاتبه نجوى بن شتوان برضو احدى الكاتبات العربيات اللي ترجمت او تم ترجمه عمل ليها في دار النشر الاسرائيليه، قالت دار النشر الاسرائيليه تسرق احدى قصصي وتترجمها وتنشرها دون علمي. اتصلت بي الروائيه الفلسطينيه خلود خميس واخبرتني ان دار النشر الاسرائيليه ترجمت احدى قصصي الى العبريه. هتقولي صوره خلود خميس لو ممكن، صوره الاستاذه خلود خميس لو ممكن، ونشرتها في كتاب يجمع
كاتبات عربيات أخريات تحت عنوان حرية، فهل تم هذا الأمر بموافقتي أم لا؟ علامة استفهام. أقر بأنه لا علم لي بمفعلات الضرر الإسرائيلية، ولن أوافق على هذا العمل غير القانوني وغير الأخلاقي، وليس بيني وبينهم إلا القضاء. الصور كما أرسلتها لي للكتاب والقصة المترجمة والمنشورة به، والخبر كما نشرته خلود خميس على صفحتها في الرابط التالي، وبتتكلم في هذا الـ الإطار. خليني يعني قبل ما أروح لأي قضية تانية، خليني بس الشكر جزيل، يعني عشان أنا بقول لحضراتكم أنه نظرة واحدة إلى هتقولي بقى صور الكاتبات اللي احنا عملنا معاهم مداخلات مع بعضهم كده لو ممكن، وهتقولي صورة خلود خميس مهم، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر لو متاح ان حضرتك بس نرحب بك في تعليق كده على هذا الامر يبقى كتر خيرك. يعني هتقوم لي التلاتة جنب بعض يبقى افضل. اللي انا بس عايز اقوله انه هذا الامر انه ما يميز هذا البرنامج وما يميز فريق عمل هذا البرنامج انه قضية ممكن او خبر ممكن يكون فرعي جدا، خبر ممكن يكون بين ثنايا اخبار كتيرة. يعني انا مثلا في اليوم اللي انت لو حضرتك لو قريت بيبقى عندك حوالي ما بين 1500 ل2000 خبر في الصحافة المصرية. تاني العدد 1500 ل2000 خبر. ال 1500 ل 2000 خبر بقدر الامكان فريق العمل لازم يعني ايه يشوف نفسه فيه. بتقعنا على بعض الاخبار، بتقعنا على بعض القضايا، بتقعنا على بعض السجلات، بتقعنا على بعض المقالات والاخر، لكن في النهايه وقع عين زميلتنا اميره جاد على هذا الخبر اللي هو للاستاذ ايهاب مصطفى، اللي لولا الاستاذ ايهاب مصطفى كتب الخبر احنا ما كناش يعني علمنا بيه النهارده، ممكن نعلم بيه بكره. هتقول الخبر تاني الفضل بعد ربنا يرجع للاستاذ ايهاب مصطفى اللي هو في صحيفه الدستور اللي هو يعني لقط اللقطه وحطها انا ما اعرفش في الصفحه الاولى ولا فين في الدستور بالظبط، لكن لقط اللقطه وحطها في صحيفه الدستور. هذه اللقطه اللي لقطها زميلنا الاستاذ ايهاب مصطفى لقطتها ايضا زميلتنا اميره جاد، وبالتالي وصلت لحضراتكم على انها قضيه وقضيه كبيره مش صغيره، وهتفتح سجال كبير جدا وهتفتح جدل كبير جدا. وكمان انه يعني انا مبسوط حتى من صوره الأستاذة انتصار، أنا حاسس كده إن هي مش لابسة إشارب بقدر ما هي لابسة علم فلسطين، يعني الصورة من بعيد كده تحس إن هو صحيح إشارب ومزركش والآخر، لكن هو بالتالي أنا حاسس إن زي الكوفية كده من بعيد، يعني أنا كنت فاكر إنه كوفية فسألتهم قالوا لي لا مش كوفية، فالفكرة كلها ده يعني حاسس كده زي الكوفية جلد نمر والآخر بغض النظر، لكن الموضوع اللي أنا عايز أقوله للكاتبات الفضليات الأديبات المصريات والعربيات، أنتن موجودات في أي مكان، أنتن لكن كل الاحترام وكل التقدير. هو الفكرة إيه؟ أنه عايزين شوية اهتمام، لأنه يعني أنا شايف أنه برضو الحركة الثقافية شوية يعني هابطة، مش زي الاول، مش في الوهج اللي زي الاول. يعني لما كان معرض الكتاب ده يجي كنا تقريبا احنا كصحفيين بنلف حوالين نفسنا لمده 3 شهور لحد ما الدكتور سمير سرحان يفتتح معرض الكتاب وكنا بنعمل هيصه في معرض الكتاب. دلوقتي الامور قلت، دلوقتي الحركه الثقافيه قلت، دلوقتي يمكن الانترنت قل والاخر، او خلينا نهتم شويه بهم. لكن الكاتبه والاستاذه انتصار ليها انتصار عبد المنعم ليها شغل كتير جدا، لها انتاج محترم جدا. الكاتبه شيناس فواز لها كتاب محترم جدا، لها كتابات محترمه جدا وعلى عيننا وعلى راسنا. والكاتبه ايضا سعاد سليمان لها برضو، دول الثلاثه اللي احنا اجرينا اتصال بهن من 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 لحظات، والثلاثه خبر بتاع المحجوب اشرف مروه لم يكن مزدوج. تتاخروا ليه كده؟ هل شاركت في تشغيلي ضمن طاقم عمل على مش ده يا شباب المحجوب اشرف مروان؟ يا شباب اهو 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 قربوا لي الكاميرا كده، ما هو انتوا بتبوظوا شغلكم ليه؟ ما انتوا ماشيين كويس. بقول كنت مسؤولا عن تدريب اشرف مروان قبل دفعه لاختراق الموساد ضمن خطه الخداع استعدادا للحرب. شاركت في تشغيله، هكذا يقول عبد السلام المحجوب، شاركت في تشغيلي ضمن طاقم عمل على اعلى مستوى ليتناسب اهميه العمل،
مروان، هكذا يقول عبد السلام المحجوب، مروان لم يكن عميلا مزدوجا بل كان ضابطا وطنيا أرفض التشكيك في ولائه. أضاف المحجوب عن أشرف مروان، وهذا في حوار في 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 حوار تليفوني أو اتصال تليفوني مع الكاتب جمال طه اللي كتب مقالين عن أشرف مروان في صحيفة الوطن. فقال له السيد اللواء عبد السلام المحجوب، قال للأستاذ جمال طه: يا أستاذ جمال، أنا بكيت كتير جدا يوم وفاة أشرف مروان، ومصر دولة مؤسسات يدرك كل منها ما ينبغي عمله وما لا ينبغي. جنازة مروان المهيبة كانت تكريما لشهيد. ها، يبقى أشرف مروان إيه؟ شهيد. من وجهة نظر الأستاذ أو من وجهة نظر سيادة اللواء عبد السلام المحجوب، ماله عبد السلام المحجوب؟ هو اللي كان بيدرب أشرف مروان على خطة الخداع. وقال طه في مقال منشور في صفحة الرأي في الوطن: سألته عن استحياء على استحياء عن سبب بكائي، فأجاب بصوت حزين متهدد ده اللواء عبد السلام المحجوب، قال: مروان لم يكتفي بما قام به من دور وطني، وإنما تجاوزه بالتمسك بعدم الكشف عن أسرار مهمته حتى يبرئ ساحته، وذلك رغم الهجوم الضاري والتشويه الذي لحقه في هذا الإطار. ممكن حضرتك تسأل، هو ليه أشرف مروان ما قالش قبل ما يموت إنه مش جاسوس؟ وليه أشرف مروان ما أكدش بكل الأدلة إنه مصري من ساسر راسه زي ما بنقول؟ والوظائف اللي زي دي يا إخوانا مش سهلة. هو اتحط في موقف بيدافع عن الدولة المصرية، بيحمي الدولة المصرية، يعمل لصالح الدولة المصرية، والكلام اللي بيقوله عبد السلام المحجوب سيادة اللواء عبد السلام المحجوب ده رد. اعتقد نقعد بقى نلعب احنا كمصريين ونساعد في فكرة تشويه صورة جمال مروان، وانه جمال مروان عميل، وانه ما هو عميل. لو انت قلت بقى عميل وجاسوس ده كان مدير مكتب رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وعمل لسنين طويلة مع انور السادات. احنا بنتكلم في ايه؟ طب وهل ما لإسرائيل؟ نعم نعم نعم، لإسرائيل مصلحة كبرى في هد أي شيء داخل الدولة المصرية. اوعى تفتكر إن العلاقات بينا بومبا زي الفل ورايحين وجايين وبتاع وكلا. لكن في النهاية هما لو عايزين يمحوك هيمحوك، لو طايلين آسف لو طايلين. ودلوقتي بيشتغلوا على إيه؟ خلاص بقى هما مش قادرين عليك، جيشك من أقوى الجيوش، مخابراتك الحمد لله رب العالمين، شرطتك زي الفل، قضاءك ماشي تمام، الدولة بدأت تقف على حيلها الحمد لله رب العالمين. فهنا المسألة يعمل فيك ايه؟ العب بقى على الجانب الثقافي، العب على الجانب. قال لك اتصلنا قبل كده 73 واحد الكتاب الكبار الله يرحمه الكاتب محمد حسنين هيكل كان طالع يشكك في النصر في انتصار مصر على اسرائيل في حرب 73. بنديهم ذريعة كده انهم يتكلموا في هذا الإطار. جمال مروان بحسب الشهادات اللي قدامي هو مصري 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 مصري، وكان يدافع عن الدولة المصرية واستقرار مصر وتراب مصر وجيش مصر وشرطة مصر وقضاء مصر وإعلام مصر. كان يدافع عن الدولة المصرية بكل ما أوتي من قوة. ربما كان عميلا يعني أثبت حضورا، ربما كان جاسوسا مصريا في إسرائيل أثبت حضورا قويا داخل إسرائيل، ربما فهم مكسوفين على دمهم فعايزين يخلوه تبعهم بأي طريقة. لكن في النهاية هذا الرجل مخلص جدا للدولة المصرية. فاصل واضح. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها، احتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جو ويند، والتي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية إذانا بتجهيزها واستعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.
بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأيدي مصرية. وأضاف الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية. وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاطة والمواصفات الفنية التي رعي فيها استخدام كافة المعايير العالمية في مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للأمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي. وقام قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب بتدشين الفرقاطة بورسعيد تراس جو ويند، كما أعطى إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة. وخلال الاحتفال تسلمت القوات البحرية عدد 2 لانش جديد من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إذنا بدخولهم الخدمة في القوات البحرية. حضر مراسم التدشين محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية ووفد فرنسي رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسي بمصر. المعالجة الصحفية لهذا الأمر موجودة قدام حضراتكم في صحيفة أخبار اليوم الأستاذ أحمد السرساوي. مصر تدخل عصر التصنيع العسكري، الاحتفال بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع من طراز جويند، ده عالج في صحيفة. يلا يا شباب يلا. وعندي بالتعاون مع فرنسا استغفر الله العظيم يا رب، القوات البحرية حسب صحيفة الأهرام تحتفل بإنتاج أول فرقاطة مصرية الصنع وبورسعيد تنضم للأسطول المصري وإطلاق إشارة البدء لتصنيع الوحدة الثانية. عندي في صحيفة البوابة صنع في مصر تدشين الجيش عمل فرقاطة، إحنا مش عارفين نعمل الجهاز بتاعنا يا جدعان، بقينا داخلين عصر التصنيع العسكري وعصر الفرقاطات، مش عارفين نعمل عصر الجهاز بتاعنا، مش عارفين نجهزه. نصر عبده صنع في مصر تدشين الفرقاطة الجويند لدخول الخدمة. المصري اليوم تدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جويند وخالد، ده طبعا بتكلم عن رئيس حضر اللقاء الفريق أول أو حضر الأمر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ورجال الشرطة والآخره. الكلام كان على الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية اللي بيتكلم في هذا التدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جويند. وصحيفة الوفد تدشين أول فرقاطة مصرية الصنع 2100 مهندس وعامل مصري شاركونا في بناء الوحدة الشبحية الجديدة. واليوم السابع ملحمة عسكرية حسب زكي القاضي، ملحمة عسكرية مصرية في ترسانة الإسكندرية، القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع من طراز جويند بورسعيد، أول وحدة بحرية يتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع فرنسا بمشاركة 2100 مهندس وعامل مصري. والأستاذ وجد زين الدين رئيس تحرير الوفد بيتكلم عن تعظيم سلام للفرقاطة المصرية خالصة الصنع في هذا الإطار. واحنا بنكمل ده واحنا بنتكلم في هذا الأمر، عندي نصر عبده وإسلام الخياط وأحمد مهنا كاتبين عن المطالبات بالقصاص في جنازة الشهيد الجعفري صائد الإرهابيين. الغربية تودع شهيد جبل الحلال في سيناء بالزغاريد وهتافات ضد الإرهاب. حسب الخبر اللي موجود قدام حضراتكم في البوابة، زملائنا جابوا بعض لقطات كده فيديو وصور للحزن اللي خيم على قرية سحيم التابعة لمركز ومدينة الصنطة بمحافظة الغربية بعد استشهاد العقيد أحمد الجعفري الذي ارتقى في منطقة جبل الحلال حيث شيعت الجنازة أمس بعد صلاة الجمعة وسط هتافات ضد الإرهاب وزغاريد. تقدم الجنازة العسكرية للواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير الأمن والمشار العسكري للمحافظة وأعضاء زي ما حضرتك هتشوف فيديو دلوقتي وأعضاء لمجلس النواب والقيادات الأمنية بجانب الآلاف من الأهالي. أحمد رمضان أحد أصدقاء الشهيد قال لقد كان يتمنى الشهادة في سبيل الله دفاعا عن وطنه.
والشهيد كان في أوائل العقد الرابع من عمره ومتزوج وعنده 3 أولاد، الأكبر في الصف الثالث الإعدادي والأصغر 5 سنوات. والتقطت شقيقة الشهيد طرف الحديث قائلة: الشهادة شرف لنا، وكل شهيد يرتقى على أرض مصر وأشرف وأنبى أبناء مصر، فهم الرجال يضحون بأرواحهم من أجل أن تبقى بلدنا عزيزة مستقلة. ده جزء من الجنازة للشهيد العقيد أحمد الجعفري. الشهيد العقيد أحمد الجعفري. ربنا يرحمه رحمة واسعة، ربنا يرحم العقيد رحمة واسعة ويجعلها آخر الأحزان لأسرته. العقيد أحمد الجعفري ربنا يرحمه رحمة واسعة في الجنازة العسكرية التي أكبت له. في الداخلية، مباحث الأموال العامة بالإسكندرية تضبط سيدة هاربة من حكم قضائي. فيديو صغير كده لمدة 17 ثانية هنشوفه مع حضراتكم في هذا الإطار. مديريات أمن الإسكندرية وعن طريق مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية تمكنت من ضبط سيدة تقوم بتزوير المحررات الرسمية والمنصوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ومنها جوازات السفر، وبحوزتها أدوات التزوير ومستندات مقلدة. عندي أيضا استمرار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية، وده المسألة اللي احنا بنشيد بيها دايما ومستمرة بقالها اكتر من 15 يوم دلوقتي، فالشرطة كل الشكر في هذا الاطار. نشوفه مع حضراتكم. يوم بعد اخر تسجل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وتنفيذ وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات المدارس باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالمكتبات بينما لا تقل عنها جودة، تسجل نجاحا كبيرا بإقبال المواطنين على الشراء من المعارض التي أقامتها مديريات الأمن كل بنطاقها والمنافذ المتحركة التي تتوجه للمناطق الأشد احتياجا بإشراف مباشر من مدير الأمن الذين يتابعون تنفيذ هذه المبادرة ميدانيا للاطمئنان على مدى وفرة المعروض من الأدوات المكتبية والمستلزمات والزي المدرسي وفقا للمتفق عليه مع أصحاب المكتبات وكبار المستوردين في ظل جهود متواصلة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يمثل توفير المستلزمات المدرسية عبئا يضاف على أولياء الأمور. تحرص وزارة الداخلية على تخفيفه بهذه المبادرة التي تؤكد على أننا كلنا واحد. طيب، من كلنا واحد والمبادرات المهمة دي لحملة لإزالة التعديات في القاهرة، ودي مديرية الأمن القاهرة قامت بها في هذا الإطار. نشوف الفيديو ده مع حضراتكم. القضاء على العشوائية التي تسبب التكدسات في الشوارع مع العمل على إعادة الرونق الحضاري لشوارع القاهرة هدف أساسي من الحملات الانضباطية المكبرة التي تشنها مديريات أمن القاهرة. الحملة هذه المرة استهدفت الحي العاشر بمدينة نصر لرفع الإشغالات التي يعاني منها المواطنون من بعث جائلين إلى محلات تجارية وصولا للمواقف العشوائية، وبإشراف من مدير الأمن حققت الحملة نتائج إيجابية برفعها الإشغالات وتحقيق الانسيابية المرورية التي أشاد بها المواطنون مع تكثيف للوجود الأمني الذي يضمن عدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى وتحقيق الانضباط.
كل الشكر والاحترام والتقدير لجهاز الشرطة في مصر. طيب في يعني عندي كده متسلسل في القضية الخاصة بمتسلسل. انت عارفين حضرتكم القضية الخاصة دي اللي هو الأب اللي في اتهامات لي ان هو قتل اتنين من أولادي ورماهم في البحر. في الوقت الأيام اللي فاتت دي كانت في يعني بعض من ركبوا الموجة ويريدون إثارة الفتن. أستاذ محمد عبد الفتاح في الوفد بيقول ردا على مثير الفتن لافتات بشوارع قرية ميت سلسيل بالدقهلية تؤيد الجيش والشرطة في هذا الإطار. حضرتك هتشوفوا حتى العناوين في هذا الأمر: يد واحدة الدشاعات والمؤامرات والفتن وكلنا خلف قيادات الجيش والشرطة. تحية إعزاز وتقدير لرجال الجيش والشرطة لحماية ميت سلسيل من الخونة. الجيش والشرطة إيد واحدة ضد أفكار المتآمرين والمتربصين، ويد واحدة ضد الشائعات والمؤامرات والفتن ميت سلسيل وكلنا خلف القيادة السلسيل. ده منتشرة كتير في ميت سلسيل اللي زي ما قلت لحضراتكم واحدة من القرى اللي شهدت يعني بعض المواجهات في الفترة الأخيرة بسبب أن الناس بتشكك في رواية انه اب قتل اثنين من اولاده ورماهم في النهر او رماهم في النيل رغم انهم او رماهم في احد الترع، رغم انه اعترف بهذا الامر تفصيليا اكثر من مره قدام النيابه، الى انه البعض يرى ان هذا الامر غير حقيقي وبيسعى الى عمل فتنه داخل ميت سلسيل تمتد الى بلاد اخرى. لكن الحمد لله رب العالمين الناس متفاهمه هذا الوضع تمام. طيب معاق يستنجد بالمسؤولين بعد قطع معاشه منذ شهر. ده محمد قدام حضراتكم. طبعا احنا بس هنعمل حاجه كده على وشه وما فيش داعي ان احنا نتلاعب بهذا الامر، لكن دي صوره محمد ويبان جدا انه معاق، يبان جدا انه معاق. يعني الحقيقه والده كان بيكلمني، يعني الراجل مستاء جدا، يعني حتى بيقول ان هم قطعوا المعاش بتاعه، وهو الراجل كان بيطالب قبل كده بكرسي متحرك عشان ابنه يروح ويجي في هذا الاطار، يعني ويقدر على الاقل يعيش جزء بسيط جدا من حياته الطبيعيه. لكن الطمه الاخرى بقى انه هذا المواطن اللي هو محمد هو المعاق اللي عنده 21 سنه تقريبا، طلب من والده ان يحمله ويذهب به الى الكومسيون عشان يكشفوا عليه ويثبتوا انه معاق. والحقيقه ده امر في منتهى الخطوره وامر في منتهى، يعني انا مش عارف برضو، يعني احنا بنقول نسهل على الناس، يعني انا اتمنى ان حتى وزاره الداخليه ممكن تاخد هذا الامر وتتحمله هي وتنظمه مع وزاره التضامن او تنظمه مع وزارات الاخرى، مش عارف يعني في هذا الاطار. لكن والده معانا يا شباب. طيب والد محمد معانا، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. اتفضل يا فندم. القصة بتاعتنا قصة بسيطة جدا. الولد ده معاق من ذوي الاعتقاد الخاصة. نسبة الإعاقة عنده 100%. كويس؟ والحمد لله هذا عطاء الله جل وعلا، والحمد لله على عطاء الله. تمام. هو كان بياخد معاش 323 جنيه. 323. كويس؟ بعد كده الكلام ده بقى له حوالي سنتين أو سنتين ونص تقريبا يعني. جينا الشهر دوت عشان نقبض، قالوا لنا لا المعاش موقوف، روحوا الشؤون. رحنا للشؤون قالوا لنا صدر قرار ان هو المفروض يحدد كوميسيون طبي. حدد كوميسيون طبي الاول، هتخش على الموقع ده على النت وبعدين تبتدي حضرتك تتراسل معاه وهم يحددوا لك ميعاد. بعد شهر او اثنين او ثلاثه زي ما ايه. هو مش معروف لها. عندهم ان هو معاق يا فندم من الاول؟ يا فندم هم هو كان بيقبض كان بيقبض 323 جنيه دول على ايه؟ على انه معاق. على انه معاق وعندهم تقارير طبيه، وكنا بناخده هو شخصيا مثلا ويروح للست المحترمه اللي هي بتاعت الشؤون الاجتماعيه. فهي بتشوفه بعين اليقين عشان تتاكد ان هو على قيد الحياه وموجود. معاك يا فندم، معاك. وبنديها التقارير الطبيه، وكنا بنروح اي مستشفى قطاع عام تبع الجامعيه او تبع الدوله بنجيب لها تقرير طبي بما هو ايه موجود فيه. وبعدين هي الست بتعتمد الكلام وخلاص المعاش بتاعه شغال. القرار الجديد ان هو المفروض يعمل كوميسيون طبي، يروح
نتواصل مع حضرتك. في اي منطقه يا فندم؟ انا من القاهره يا فندم. في اي منطقه؟ من شبرا. وحضرتك لما قالوا لك روح اعمل قمصين طب، يعني انت هتاخد انت بتروح بيه لما بيجي يقبض بتروح بيه؟ لا، المفروض ان انا اللي بروح اقبض له، انا والده انا اللي بقبض له مش هو بيروح معايا، لان هو طبعا عارف حضرتك لما يكون واحد عنده 20 سنه عشان تنقله من مكان لمكان شيء صعب جدا جدا يعني. طب وانت قلت لهم ان هو معاق وان هو ما ينفعش يتحرك بيه؟ ما هو يا فندم، ما هو هم بيصرفوا المبلغ ده على سنتين ونص، مش اعتبار يمكن تجديد، هم بيجددوا بس بيشوفوا هل هو لسه معاق ولا لا، يمكن يكون خف. ما هو ما يكونش خف، ما هو اصلا دي اعاقه دائمه مزمنه. والتقارير الطبيه اللي عندهم بتقول كده، لانه عنده ضمور في المخ. طب تفتكر ليه يا فندم قطعوه؟ تفتكر ليه بيقولوا لحضرتك شيله وروح بيعمل بيكم سن طب تاني؟ بيشقوا على الناس، يعني القياده السياسيه المحترمه بتقول لك عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصه، والدوله او المشرع بيصعب الموضوع على الناس. يعني هو بيرهق، يعني مش مجرد ان هو كمان بيساعد، لا ده هو بيرهقك، بيدور على اي بند يرهقك بيه، يتعبك بيه. يعني هم قالوا لحضرتك تشيل ابنك ده، هاتوا الصوره تاني يا شباب، تشيل ابنك ده وتروح بيه القمصان الطبي عشان يشوفوا اذا كان طبي ده. في حضرتك قمصان طبي يا اما في حلوان، خدت بال حضرتك، يا اما في نيس مصر، وهو ما بيتحركش اصلا، هو بيسحب ما بيتحركش خالص، يعني هو ما بيتحركش خالص. انا عاوز بس الراجل المحترم او الست السيده المحترمه اللي هي طلعت القرار تيجي. وانت تبع انت تبع ايه في شبرا؟ تبع ايه في شبرا؟ التضامن الاجتماعي في شبرا ولا تبع ايه؟ المكتب اللي انت بتتعامل معاه يا فندم. طبعا التضامن الاجتماعي لشبرا، حي شبرا. ماشي يا فندم. يعني احنا بنساعد على بعض ولا بنصعب على بعض؟ مش عارف والله، مش عارف. يعني هو حضرتك انت عارف حضرتك زي ما تكون، يعني هو 323 جنيه يعني مش ايه؟ مش مبلغ الملهم يعني. يعني ولو ملهم يا استاذي، ولو ملهم وهو ممكن ييسر عليه، ايه الازمه؟ انت عارف حضرتك، يعني انا عاوز اقول لحضرتك قصه كده لو تسمح لي بس. اتفضل. في اقل من دقيقه يعني. اتفضل. يعني حضرتك بتقول طبعا لا يخفى على القاسي ولا الداني اللي بتقوم به رجال الشرطه البواخي. فاكر حضرتك؟ يعني الناس دول بيضحوا بكل ما غني وما هو غالي ونفيس. تمام. في سبيل هذا الوطن الايه؟ تمام تمام. انا هقول لحضرتك على موقف. اتفضل. موقف صغير جدا. اتفضل. كمانتين يعني انا اسف معلش بس لو حضرتك تديني. اتفضل يا فندم. اتفضل. في مره الولد ده طبعا هو عنده كهرباء زياده وتشنجات. كهرباء وتشنجات بتعمل له نوع من انواع ضيق التنفس. فممكن يتوفى الى رحمه الله جل وعلا. ده لو انت حضرتك ما لحقتوش. فانا ساكن، فخدت وجريت في الشارع على اساس ان انا استنجد باي حد يلحقني او اوديه او مستشفى مش عارف ايه. لان وسيله الانتقال عند الناس اللي زي دي مهمه جدا. مهمه جدا جدا. تمام. كويس؟ تمام. فبالصدفه البحثه لقيت بوكس واقف، فقلت له ابو ارجوك انا اوصل اليك لو سمحت الحقني. ابني بيحتضر، فممكن حضرتك بس تساعدني ان انا انقله لاي مستشفى او اقرب مكان احاول انقذه. تخيل كان رده قال لي ايه؟ قال لحضرتك ايه؟ قال لي انت متصور ان البوكس ده عشان تاكس العاصمه؟ ده موجود عشان لما حد يعمل حاجه نحط نرميه فيه ونحطه في السجن. تخيل كنت ماشي، يعني انا فاهم، يعني انا يعني كنت مش عارف اقول لحضرتك الشعور ايه، يعني شعور يعني غريب. يعني حاجه مش طبيعيه ان حضرتك واحد تسمع منه، يعني عارف هو راح قال لي انا ده من كان مركزي ما اقدرش اتحرك فيه الا بامر من. وحضرتك سالت مين يا فندم؟ سالت مين؟ امين شرطه. امين شرطه واقف جنب البوكس. طب ما طلبتش من الظابط ليه؟ ما كانش موجود. ما انا ما اعتقدش ان الظابط يرد عليك كده يا فندم. لا انا ما قلتش للظابط، انا بقول لامين الشرطه. لا 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 انا وحتى لو قلت لتحت امين الشرطه، لو 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 قلت للقائد بتاع المركبه نفسها الامر ده، انا مش متوقعش خالص انه يقول لك. انا نفسي ما اعتقدش ان هو يقول له كده، ولا لانه حصل مره ومرتين وثلاثه واربعه انه الطبيعي انه لو حد بيوقف عربيه شرطه ويركب. مره ثانيه والظابط نفسه مره ثانيه في لقطه ثانيه بنفس المشهد، ورحت والراجل اتحرك معايا وكان عقيد نسال الله العليه نقيب. يعني هي مش هي اتكررت معاك مره كده يعني. افراد يعني هي تصرف فردي. بس يعني يتعب.
انا معاك انت فاهم حضرتك انا معاك. لا بعتذر لك بعتذر لك لانه انا متاكد ان مش دي لغه. انا بمر بالليل وانا مروح على كمين الناس في غايه الاحترام مع الناس. انا بكلم حضرتك بامانه وبيوقفوا العربيات ولا حد بيتطاول على حد ولا حد بيأذي حد ولا حد بيعمل حد بامانه. لا لا انا بقول لحضرتك ده لوم الاحبه لوم المحبين. الله ينور عليك الله ينور عليك. الله ينور عليك. الجهاز ده الناس ده الله ينور عليك هم بيسخروا يا فندم. انا لو انا لو بايدي كنت بعت لحضرتك بكره عربيه ولا بعته عربيه توديه المكان اللي هو فيه لو انا تنفيذي يخلص الاجراءات بتاعته ويرجع البيت تاني ومعزز مكرم. ربنا يجعله في حضرتك طالب كرسي مش كده؟ اه انا بعتذر لك ان اتاخرنا عليك شويه معلش لكن ان شاء الله ربنا يوفقنا والكرسي يجي لحضرتك. انا شاكر افضل حضرتك. لا يا فندم مش فضل. لا لا انا ماليش فضل. لا مفيش فضل ولا حاجه. لا خالص انت على عيني وعلى راسي يا عم الحاج. لا مفيش فضل خالص. الله يبارك لك يا فندم. وانا على فكره مش بقول كده ان الشرطه لا ده بالعكس ده هم ما انت حضرتك قلت الايجابي والسلبي. بص الايجابي والسلبي يعني بس انا بقول لحضرتك ده حصلت موقف تاني نقيب نفسه وقام معايا. كنت بقول له يعني ان انا قاعد في البوكس من ورا من الصندوق قال لي لا ده جنبي. طيب حاجه كويسه وحاجه وحشه ربنا يكرمك. يعني بس هو ايه يعني في حاجات صغيره ممكن حاجات صغيره جدا صحيح. جدا انا مع حضرتك. عارف حضرتك المعاقده او الغلبان ده انا مع حضرتك يطبطب عليه بس تمام ان شاء الله باذن الله. بس حد يكون سمعنا تمام تمام حد يكون سمعنا وان شاء الله باذن الله الـ يعني بكره او بعد تكون المشكله اتحلت باذن الله في موضوع التامين. انا شاكر جدا. لا يا فندم تحت امرك وعاجز عن تحت امرك. لا يا فندم تحت امرك. شكرا يا فندم. تحت امرك يا فندم. تحت امرك تحت امرك. الحاجة عايدة اتفضلي. حاجة عايدة يا حاجة عايدة امال بس انت عمال تقول لي على الخط عم خلص بتاع انت ما مخرج على ما تفرج صحيح حبيبي يا ريس. على فكرة الشرطة الإثيوبية قالت امبارح ان مدير مشروع سد النهضة مات منتحرا. مدير مشروع سد النهضة مات منتحرا. لما مات الراجل مدير مشروع سد النهضه ده كانت الجزيره واشباهها كانوا بيلمحوا معانا الحاج عايده. طيب ماشي يا ست عايده. السلام عليكم يا ولد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ انا ليه عندك رجاء يا رب يخلي لك ويخلي لك اولادك. اتفضلي اتفضلي. انا ليا معاش ملف المعاش بتاع اخر المده يعني بتاعت الخدمه بتاعتي في ملفات أخميم. حضرتك منين يا ست الكل؟ أنا أصلاً من أخميم من سوهاج. من أخميم من سوهاج تمام. والملف بتاعي في أخميم. الملف بتاعك في أخميم. أنا ابن عمي يروح لهم يقولوا له شرق يروح شرق يقولوا له غرب يروح غرب يروح يقولوا له جنوب. أربع شهور ما فيش اللي هو سمعني بس هو يسمع. هو أستاذ اسمه الأستاذ محمود مفتش في أخميم. في أخميم ده مكتب إيه؟ مكتب المعاشات ولا الإدارة التعليمية بأخميم. ما أنا حضرتك كنت موظفة يا ولد. اتفضلي يا أمي اتفضلي اتفضلي. أنا بس مش فاهم يعني أنا فاهم إن القضية متعلقة بالتضامن الاجتماعي. يعني حضرتك أيوة مش المعاش بتاع اللي هو وزارة التضامن اللي يعني حضرتك كنت خارج. كنت إدارية في التعليم. أيوة. تمام اتحلتي أيوة. للمعاش اتحلت على المشي. لا ما طلعنيش المعاش بتاعي ولا بحسنه للقاهرة. يعني المعاش انا يعني مع وقع عندي التهاب في الحوض وفي العظم ومش لا يا امي لا يا امي بس انت ما بتقبضي المعاش بتقبضيه منين؟ لسه ما قبضتوش. انت بقالك قد ايه متحلل المعاش؟ بقالك قد ايه متحلل المعاش؟ انا اصلا اصولا اتحال من معاش من 7 سنين. يعني انت متحاله المعاش من 7 سنين وما قبضتيش ولا مره معاش؟ ما خدتش المعاش لغايه الان. ايوه ولا مره يا ولد. طب استني كده يا فندم احسن ما اكونش سامع كويس. ايوه يعني ايوه حضرتك حضرتك بقالك ايوه والله انت مش مصدقني يا ولد. مش مصدقك. لا مش مستوعب. لا انت على راسي من فوق يا امي. يا رب يخليك. انا قلت يمكن ودني باظت ولا حاجه بس لا ما اصل هي كانت ايام الثوره انا اتحلت. اصل انا حظي سيء دائما. لا مش حظك مش سيء ولا حاجه. والاخر انا خفت لا طبعا لا اروح الصعيد يعني انت كنت عارف انا مش راضي اتكلم. فهمت فهمت. حضرتك موجوده فين دلوقتي؟ انا موجوده في القاهره هنا في القلعه. في القلعه تمام.
وحضرتك جيت القلعه عشان تروحي الوزاره لا يا ولد انا ساكنه في القلعه من مده 35 سنه. طيب معلش بالراحه، يعني حضرتك دلوقتي موجوده في القلعه في القاهره؟ ايوه. ماشي. حضرتك لما كنت شغاله في مديريه التعليم في اخميم؟ في اخميم. في اخميم. طب وازاي كنت ساكنه هنا وبتروحي اخميم يعني؟ مع حضرتك انا تزوجت. تمام. تزوجت وسافرت. تمام فهمت. انا سافرت من هنا ويا دوبك خلفت عيلين، جوزي مات بعد 3 سنين. جوزك مات بعد 3 سنين؟ بعد 3 سنين. تمام. قعدت في بيت امي في القلعه وربيت والعياله. يعني رديتي تاني للقلعه. وقعدت بقى في القلعه خالص. وقعدت في القلعه. طب وكنت بتشتغلي في التعليم برضو؟ ايوه. لا ما كنتش اشتغل، خلاص سبت الشغلانه. سبت الشغلانه خالص. اشتغلت خياطه. اشتغلتي خياطه؟ عشان بس رب العيال مين هيمسكهم لي؟ ما انا ابويا وامي ميتين. طيب امال ايه 7 سنين ده يا ست الكل؟ انت اتحلتي للمعاش من 7 سنين؟ انا ما رحتش اطالب بيه من 7 سنين، كنت خايفه. يعني المعاش اللي حضرتك بتاخديه ده معاش الحكومه عادي، معاش الحكومه العادي. ايوه موظفه التضامن الاجتماعي الحكومه. ما هو يا امي معلش فاهميني بالراحه، يمكن انا مش فاهم. أيوة. ده معاش التضامن الاجتماعي اللي هو تكافل وكرامه ولا معاش تاني؟ لا مش تكافل وكرامه، انا حكومه واخده هاخد معاش. ما هو يا امي حضرتك بتقولي كنت موظفه. انت حضرتك بتقولي سبت الشغل مضطره عشان تربي العيال. ما انا سبت الشغل بس ليا مده اخد عليها معاش. وبتاخدي عليها معاش عادي؟ ما انا الشغل ده هاخد عليه معاش، عملوا لي الملف وخلاص هيدوني المعاش. طيب كنت بتقبضي معاش قبل كده؟ لا كنت بقبض معاش ابويا اللي مات. لا معاشك انت كنت بتقبضيه قبل كده؟ لا ما قبضتوش خالص؟ خالص. طب انت اشتغلت خالص. انت اشتغلت كام سنه في الخدمه يا ست الكل؟ اشتغلت 10 سنين كاملين واشتريت 4 سنين و7 شهور. طيب يا ست الكل معلش. يوم الحد يا امي؟ أيوة يوم الحد. يوم الحد. ايوه. هناخد لك ميعاد مع حد في وزاره التضامن في المعاشات. انت عايزه المعاشات ولا المعاشات ولا وزاره؟ ما هي المعاشات. ايوه الحكومه. حاضر يا ام. بس اللي في اخميم. ماشي. اخميم اللي معاهم الكلام. طيب انا بس هطلب من الزملاء في السوشيال ميديا بس لو ممكن المداخله اللي فاتت دي يعملها لي لوحديها بعد اذنكم، اب يستغيث بتاع ابو المعاق وام الست عايده يعملوا لها لوحديها. يا رب يخليك يا ولد يكفيك شر طريقك. وده انت يا ولدي دي بالدنيا كلها. والله اللي انت بتقولي يا رب يخليك يا حبيبي. والله قولي يا ولدي دي بس. قولي يا ولدي دي بس. ولدي دي بالدنيا. ولدي دي طالعه من بق حضرتك زي العسل. يا رب يخليك يا ولدي. والله العظيم يا حبيبي. والله العظيم اشوفك قد الدنيا يا ولدي. والله يا ست الكل قد الدنيا على راسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا ست الكل ويديك الصحه ان شاء الله. يوم الحد هرد عليك يا حبيبي. انا بحبك لعلمك. انا تعبانه وسهرانه واقول لازم صحوني ساعه اللي سيحت وايام ما كنت في بتاع التمويل في ايام دي اشوفك لازم. ده كنا في ان تي في. كنا في ان تي في الاول. زي ربنا يبارك لك في عمرك. حاضر. يوم الحد وفي نور عينك. يوم الحد هنكلمك باذن الله وناخد لك ميعاد تروح يوم الاثنين لحد في الوزاره وروح يخلصك الحاجه وانت قاعده لو في امكانيه. ما انا هقول لسيادتك ما انا فضل. ما بقدرش امشي ولا انزل سلم. ما بتقدريش تمشي؟ ابعت لك لا حد. لا خالص خلاص خالص. يا انا لي 10 سنين ما بتحركش. هكلم مكتب الوزيره يبعت لك حد. يكفيك شر المره. هكلم مكتب الوزيره يبعت لحضرتك حد. يكفيك شر المره يا ولد. تحت امرك. ونخلي القناه كلها ويديكم رزق غيري كده من عنده هو الكريم حلالا طيب. ايوه ركزي على الرزق يا حاج والنبي ركزي على الرزق. الله يخليك. يا رب يديك رزق غيري هو اللي يعلمه. شكرا. 5 مليون دولار وتصرفهم من البنك المركزي مش من السوق السعودي. خليكوا في المصري يا حاجه. انت عليتي خالص يا حاجه. 5 مليون دولار مره واحده. خليكوا في المصري وانزلي في الالافات يا حاجه بلاش الملايين. يا رب 5 مليون دولار مكان المعاد. لا يمكن يا ولدي يمكن. اصل الدولارات بعيد عننا خالص زي من هنا لامريكا كده يا حاجه. والله معلش حتى يعني حتى واحده ببص عليها قبل ما اموت مش اشكال. لا يا حاجه ربنا يديك الصحه. ربنا يديك ربنا يخليك الصحة. انا سعيد ان انا ربنا يبارك لكم في عمركم. الله يخليك يا ست وفي رزقكم وفي نور عينيكم الله يخليك وفي اولادكم يا رب. الله يخليك والست اللي كلمتني دي ربنا يبارك لها. ربنا يبارك لها. مين اللي كلمها يا سيدي؟ مين اللي كلمها يا قطب من الشباب؟ رحمه.
طيب ادعي ادعي الرحمه بقى، ربنا يسهل لها يا ست الكل. يا رب اشوف احلى عروسه في الدنيا قادر كريم، وبالذات والزف حتى في نار يا رب قادر كريم. ربنا يخليك يا ست الكل، وليا زي العسل. مسكرين يا ابنك، مسكرين يا حبيبي. ربنا يخليك مع الف سلامه يا روحي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يخليك يا ست الكل، ده ايه العظمه ده يا جدعان والله. والله العظيم، والله العظيم. تقول لك يا ولدي يا ولدي، وما تيجي تدعي لك تدعي لك بالدولار. بالدولار. طيب تاخد فاصل؟ طيب فاصل اخير ونرجع لحضرتك. ربنا يدي كل واحد على قد نيته، ويكبر بخاطر اي حد، يكبر بخاطر حد تاني. طيب هاتي لي يا عم محمد، ماشي، وخدي العنوان بتاعه. عم يسري غرابة ده واحد من المخرجين الكبار جدا واللي لهم تاريخ جدا في التلفزيون المصري. انا اشدت بيه قبل كده مرات ومرات يعني، لكن مع الحس المهني بتاع الراجل ده، عنده احساس معنوي جامد جدا بقضايا البلد. يعني انا بتابع بعض الحاجات اللي بيكتبها على بعض الجروبات الخاصه بمسبيرو يعني وكده، من زمان وانا يعني بشوف غالبيه البرامج اللي كانت بتتكلم عن الحرر المصرية والحدوتة المصرية والشارع المصري والآخر، كنت بسمعها من برامج يسري غرابة. وكان في الأستاذ تدرس أيضا، كان هو معد لأحد البرامج، وكان هو المخرج للأستاذ يسري غرابة، وكان مجموعة من المذيعين والمذيعات كان الحقيقة بيقدموا خلطة جامدة كده. يا عم محمد، اسمه ايه؟ ألو. يا عم عصام. يا فندم. ازيك يا عم عصام؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا حبيبي. بص يا عم عصام، في مخرج في التلفزيون، بس هو حالته الصحيه لا تسمح ان هو ينزل من البيت. فهو متبرع لحضرتك بالكرسي، وهندي لحضرتك رقمه تكلمه بكره باذن الله وتتواصل معاه وتروح تاخد الكرسي. يا فندم انا شاكر جدا لحضوركم، انا مش عارف اشكرك ازاي حضرتك. تروح تاخد الكرسي من عنده، او تقول له شوف انت او انا حضرتك كنت طالبه بكهرباء باين او حاجه كده، مش كده؟ اه يا الكهرباء دوت بتاع كده. عموما انت تشوف الامور عنده ايه، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. بس هو الراجل بعت لي دلوقتي على الواتس انه متبرع بالكرسي لحضرتك. انا شاكر جدا لحضرتك. لا يا فندم، لا يا فندم، باذن الله تروح تشوف. الفكره في عمي يسري، ان زي ما بقول لحضراتكم ان هو تاريخ كبير وقيمه كبيره جدا في التلفزيون. وانا بتكلم في التلفزيون الحقيقه يعني، في زميله في التلفزيون، انا سمعت النهارده حد كان بعت لي انها عملت حادثه جامده جدا، وانها مش قادره تتحرك، وده كنت هتكلم فيه بكره. ونعمل مداخله مع الاستاذه سوزان عباس دي زميلتها، والاستاذه اسمها نانسي عبد الحليم على ما اعتقد يعني. يعني بكره باذن الله بقى نتكلم في التفاصيل دي. لكن الفكره كلها انه الناس في ماسبيرو بالذات المسؤولين عن العلاج بيزعلوا شويه، استاذه نانسى عبد الهادي بيزعلوا شويه، او زعلوا مننا شويه، او خدوا زعل المحبين يعني، انه احنا بنتكلم عن العلاج في التلفزيون، وانه التلفزيون ما بيقومش بدوره في هذا الاطار، وانه ابناء التلفزيون ما بيلاقوش العلاج الكافي ولا. والحقيقه كنت تلقيت اتصال من الاستاذ عصام او الدكتور عصام المسؤول عن هذا الامر، والحقيقه اوضح لي بعض الامور. قلت له حضرتك ابعتها لي، قال لي ان شاء الله ربنا يسهل، بس انا كنت بوضح لك الامور على التليفون كده، يعني الهدف مش ان احنا نتكلم بقدر الهدف ان نشوف الحقيقه رايحه فين. فانا بحترم واقدر هذا الامر، وانا بقول الكلام ده دلوقتي وانا يعني بشوف موضوع نانسي عبد الهادي. ان شاء الله بكره هنعرض هذا الامر، موضوع نانسي عبد الهادي ده، لانها هي للاسف عملت عمليه وعملت عمليه تاني
وهي كانت عملت حادثه من كام يوم، فقيل لها او انه حسب ما زملائي في 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 الجروبات الخاصه بمسبيرو قالوا لها في مشكله في العظم عندك، فبالتالي احنا مش هنقدر نعمل حاجه والحل الوحيد ان تسافري بره. هي يعني لسه شابه جدا ويعني وكانت بتقدم برنامج في التلفزيون، ويعني لو في امكانيه نقدر نقوم بده ما عندناش ازمه، لو هي المساء من دون خدش حياء وباحترام الزميل والزميله اللي بيقدم هذا الامر. يعني انا لما علمت بالاستاذه زميلتنا العزيزه ايمان وان هي عملت حادثه ورجليها ايمان عز الدين وعملت حادثه، ويعني انا رحت يوم اللي اتعمل فيه الحادثه رحت عشان ازورها، ما عرفتش اخش الحقيقه لان كانت حالتها متدهوره جدا، فرحت سكيت كده ومشيت ما دخلتش. يعني انا سالت بعض الدكاتره رحبوا بيا، واحد الدكاتره رحب بيا قال لي الامر كذا كذا كذا، بس سالت فقال لي صعب انها تخرج، فالموضوع مش رايح شو يعني بقدر ما رايح ان انا اطمن على زميله لينا كنت اشتغلت معاها كتير في اون تي في، فان شاء الله تقوم بالسلامه باذن الله، ونانسي برضو عبد الهادي تقوم بالسلامه ان شاء الله. بكره نتكلم في موضوع العلاج ده. طيب رجال ضد القانون، زميلتنا وممكن اخد كتير من الاخبار دي لانه الحقيقه انا ببقى سعيد جدا اما بتكون زميله عامله خبر وتلفت نظرنا ليه. الاستاذه نور العمروسي في المصراوي، موقع مصراوي، كتبت من شويه بلاغ حوالي الساعه 9:30، بلاغ للنائب العام ضد حملات الرجال ضد قانون الاسره. وتقدم احد المحامين واسمه محمد سباق ببلاغ للنائب العام ضد حمله تمرد ضد قانون الاسره لاهانتها المطلقات في مصر. وقال سباق في بلاغ الذي حمل رقم 9882 لسنه 2018 عرائد النائب العام، ده موقع مصراوي، انه نما لعلمه وجود صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي يدون عليها بعض الافراد يسمون انفسهم حركه تمرد ضد قانون الاسره، يوجهون السباب للمراه المصريه بأقذر الأوصاف ونعتها بأحط التشبيهات. وأضاف في بلاغي أن المشكو في حقهم يعتبرون المرأة عدوا لدودا للدولة وبخاصة المرأة الحاضنة بالمخالفة للقوانين والأعراف. وعدد مقدم البلاغ الجرائم التي ارتكبها أعضاء الحملة اللي هي حملة مين؟ تمرد ضد قانون الأسرة، بتحريضهم على سب شيخ الأزهر، هكذا يقول الخبر. يعني تمرد ضد قانون الأسرة، عاملين صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي سبوا شيخ الأزهر حسب البيان، وطلبوا بإعدام مايا مرسي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأن هذا تحريض يمثل إرهابا للمدافعين عن حقوق المرأة كما يقول مقدم البلاغ، وبالتحقيق مع الاشخاص مرتكبين تلك الجرائم، وارفق حافظه مسردات مطالبا باحاله مؤسس واعضاء حمله تمرد ضد قانون الاسره وحمله اتحاد رجال مصر ضد قانون الاسره وحمله ثوره اباء مصر لتغيير قانون الاسره للمحاكمه الجنائيه العاجله. وهو هنا الحقيقه باعت محامي باعت بلاغ قدام حضراتكم، ادي البلاغ، وانه باعت الحقيقه انه التحريض على قتل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه، سب وشتم المرأة المصرية بوجه عام بأفظع الشتائم، سب وشتم المطالبة بإقالة النائبة عبلة الهواري. ده اللي كاتبه المحامي محمد سباق المحامي السلام في العالي ومجلس الدولة. والحقيقة واحنا بنتكلم كده يعني أمير شاكر مثلا، واحد اسمه أمير شاكر بيقول لك إيه؟ أطالب بفتوى بقتل مايا مرسي وأنا لا. مين ده؟ مين؟ يعني هل ده أنا بكلم باحث الإنترنت في وزارة الداخلية، بتكلم سيادة النائب العام وهذا الأمر عنده، هو احنا وصلنا لهذه المرحله ومين دول اصلا؟ وهل ده حساب جاد ولا حساب يعني ايه؟ اتحاد رجال مصر ضد قانون الاسره، ادعو جميع المنظمات الارهابيه لاغتيال عبلة الهواري وامثالها، اسلام فؤاد من النسوان الاسف الكذا، ضرب النار يا رجاله هو الحل لايقاف قله ادب النسوان في مصر. مين دول يا فندم؟ مين دول؟ يعني هل وصل بينا الامر؟ وهل دول يتسابوا كده؟
يعني هل دول يتسابوا كده؟ يتساب ان انا افضل اتحاد رجال مصر ضد قانون الاسره عضوة الشفخانه واللجنه التشطيفيه في كوبنهاجن سيدنا مش عارف ايه وما تتجوزش مصريه خليها امسح يا عم الشتيمه مش فارق معايا مجلس وشويه النواشز يطالبونا بحق تطبيق المراه النفسيه يا ترى ايه رايك يا طيب ولا ايه التعليمات اللي جات لك نورنا الله ينور بيتك وبيت كذا بحريقه مش عايز حد يقول لي ده شيخ الازهر لاني لا اعترف بعضو لجنه ايه يا جدعان ده في مين ده في بستان سب وقذف في فضيله الامام الاكبر اللي 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 مبعوث لينا ده مصطفى الرويني واحد اسمه مصطفى الرويني كاتب كلام اخر قله ادب ثوره اباء مصر لتغيير قانون الاحوال الشخصيه رساله الى كل ناشز بنت عجه انت يا كذا يا كذا ايه يا جدعان ده وتساب ليه انا مع يعني انا مش عايز النائبه عبله الهواري بتقول سن الحضانه من 15 سنه ل 18 سنه وترفض الاستضافه ويمكن تعديل الرؤيه بزياده عدد ساعات هذه الشخصيه المريضه العقيمه فكريا ونفسيا لا تستحق ان تكون نائبه للشعب اللي هي عضو مجلس الخرابه سايب ده ليه؟ يعني البلاغ اللي الراجل مقدمه للنائب العام دلوقتي ضد هؤلاء دول يدفعوا يتجابوا كده من قفاهم واشوف ده ايه؟ يعني انا مستغرب جدا يعني انا بشكر النائب محمد او المحامي محمد سباق والاستاذه نور العمروس انها كتبت الخبر ده بلاغ للنائب العام ضد احمد احنا بنقرا استاذه نور العمروسي في الـ في الـ في الـ في موقع مصراوي احمد الالبسي هو ايه ده انت تحس ان البنات كلها صايع هاسم ابو مش عارف ايه الظاهر كده لا يا فندم لا دي شتيمه ضد ده واحد شاتم ستات مصر كلهم على شبكات التواصل الاجتماعي انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بس ما كنتش اعرف انه بالقذاره دي وبالسوء ده اسيب دول ليه يا فندم؟ اسيب دول ليه؟ وجايبين صفحه ضد الامام الاكبر صفحه ضد الامام الاكبر يعني اتمنى بس انه النظر الى هذا البلاغ بجديه و مش عارف يعني زميلنا العزيز الاستاذ معتز الدمرداش دي من القضايا الحلوه اللي ممكن حضرتك يعني انت حضرتك مهتم بال او البرنامج عند حضرتك مهتم بالحاجات دي لو 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 تجيبوا الناس دي او تجيبوا السيدات اللي هم ناشطات في هذا الامر وطبعا انا لا املي على احد انا يعني بفتح سكك بس مش اكتر يعني يتكلموا في هذا الامر او اذا كان الكلام فيه تم قبل كده او اخر لكن في النهايه مطلوب جدا يا فندم انه الناس دي تقف عند حدها واتمنى انه احنا فضيله الامام الاكبر على راسنا دكتوره مايا مرسي على راسنا اي حد في هذا المجتمع على راسنا من فوق يعني انهي هذا الامر ب احنا كنا اتكلمنا امبارح عن الـ 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 الصغيرات اللي في الاوبرا براعم الاوبرا واخد بال حضرتك وكنا اتكلمنا على بعض في بعض الصور كنا جبناها لحضراتكم انه بنت زميلنا محمد الجرحي مريم الجرحي كنا جبناها صورتها امبارح قدام حضراتكم اتضح ان زميلنا دي اللي هي قدام دي مريم الجرحي دي اللي هي رقم واحد قدام دي ايوه هي دي مريم الجرحي بليه انا قلت امبارح اهدر دم رئيس التحرير في بلده اهدر دم رئيس التحرير في بلد دي مريم الجرح زميلنا العزيز الاستاذ اشرف مفيد له ايضا بنت في هذا انا بقول ليه ده لان انا بشجع ده جدا انه زملائي يعني دي بنت الاستاذ اشرف مفيد اسمها ريتاج اشرف مفيد وفي برضه زميله بنت زميله لينا برضه في الاوبرا بعتها لي زميلنا اشرف مفيد اسمها ايلاف محمد. ايلاف في صوره خلاف دي ايلاف محمد. دول التلات زميلات اللي التلاته او ابناء زميلات في المهنه. ابناء زميلات في المهنه. فالحقيقه انا بشكر زملائي ان هم بنات زميلات في المهنه يعني. فانا بشكر الزميلات سواء سيده او رجل زميلنا محمد الجارح زميلنا اشرف مفيد وزميلتنا اللي هي ام هذه البنوته ايلاف محمد
وفي صوره كده كان اشرف بيقول لي عليه اشرف مفيد بيشرح الموقف امبارح، بيقول لي انه فعلا هو بيشكر في مراته جدا جدا انها يعني واخده على الحلوه قوي الصوره دي جميله، وفنان قوي اللي واخد صوره بنت اشرف مفيد اللي هو اللي على الشمال ده، ريتاج ده فنان يعني يبدو ان هو كان مبدع يعني. لكن كان في صوره جابوها امبارح وسيدات اللي هم او ايوه 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 فاشرف يعني يعني الحقيقه بيقول لي لا هم بيقومنا بدور جامد جدا، وهم اللي بيروحوا الاوبرا بابنائهن او بالبنات وهو الاخر بيمارسوا دورهم في هذا الاطار. فانا بشكرهم شكر جزيل. انا مع اي حد ينمي موهبه ابنه او بنته، مع اي حد تنميه المواهب، لانه دورك يقف عند التربيه، دورك او مهم او في التربيه. اختيار المجال من حق ابنك او بنتك، وانت حقك الرقابة وليس حقك المنع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انا حكيت ربنا ولا تحملنا ما لا، الدعاء ده ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. الواحد لما بيكرره بيحس ان في جبل نازل من على كتفه. والله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شوف حضراتكم بكرة ان شاء الله. سلام.